في بعض الأحيان قد تصلي وأنت تصلي أحد يتصل عليك وأنت تصلي، يجوز وأنا أصلي أسكر التليفون وأغلق الجوال وأنا أصلي؟ نعم يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وتأتي أم عائشة رضي الله عنها وتطرق الباب وهو يصلي، تقدم النبي عليه السلام وفتح الباب وكمل الصلاة. يجوز أني أطالع التليفون هو يرن الآن، قاعد يرن التليفون الآن، بسكر التليفون أكيد عشان أطالع، أغلقت الجوال وأكمل صلاتي وأنا أصلي أتحرك لا حرج. نعم مثل عطست وأنا في الصلاة أخرج المنديل وأكمل الصلاة، هذه الحركة للضرورة للحاجة لا حرج، قد يضطر الإنسان يتحرك لعلاج أمر الصلاة. أما الحركة العبث تحكحك وتلعب الغترة وتسوي طاقية، هذه الأمور منهي عنها في صلاة أي إنسان.